أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط، درسنا لهذا اليوم من دروس مادة الكيمياء، الكيمياء العضوية، يتعلق بالفيزيكال بروبرتيز اوف ميثان غاز، اللي هي الخواص الفيزيائية لغاز الميثان، الخواص الفيزيائية لغاز الميثان. ندرس خواص هذا الغاز بعد ما تعرفنا على the preparation of methane gas in laboratory أو تحليل غاز الميثان في المختبر. راح ندرس الخواص الفيزيائية. أولا colorless يعني غاز عديم اللون. غاز الميثان هو غاز عديم اللون colorless. ثانيا high insoluble in water، يكون قليل الذوبان جدا في الماء، قليل الذوبان في الماء، الهاي سولبل ان ووتر، يكون قليل الذوبان في الماء. ثالثا فليمبل، قابل للاشتعال، قابل للاحتراق. سموكليس فليم، اذا قابل للاشتعال بلهب او بدخان، لهب بدخان. ريليزنج محررا، الكربون دايوكسيد اللي هو غاز ثنائي اكسيد الكربون، اند ووتر بابر وبخار الماء. As in the following equation كما في المعادلة التالية، ايضا ريليزنج انرجي ومحررا طاقة. هذا هو غاز الميثان CH4. طبعا المعادله احنا خليناها غير موزونه حتى نوازن المعادله، ومن خلال موازنه المعادله ايضا يتضح مفهوم الموازن. انه تلاحظون غاز الميثان اللي هو الميثان غاز، يحترق بالاكسجين يعطينا الكربون دايوكسيد، ومحررا الووتر فابر اللي هو بخار الماء او الماء الغاز، واند ريليزنج انرجي ومحررا طاقه. طبعا نلاحظ انه لموازنه المعادله ان عدد ذرات السي واحد وعدد ذرات السي بالنواتج واحد ايضا، اذا ذرات الكربون متوازنه. الهيدروجين عدد ذرات المتفاعلات 4 بينما عدد ذرات الهيدروجين في النواتج 2، لذا تضرب الماء يضرب كله في 2 حتى يصبح عدد ذرات الهيدروجين 2 في 2 4. بالنسبة للأكسجين عندنا ذرتين أكسجين بالمتفاعلات، بينما بالنواتج نجي نحسب ذرات الهيدروجين. نلاحظ عندنا هنا 1 في 2 عندنا ذرتين، وإلى ذرتين فالمجموع 4، لذلك يجب أن يضرب الأكسجين في 2 حتى يصبح مجموع الذرات 4 أيضا، عندها تصبح المعادلة الكيميائية موزونة. إذا أعزائي الطلبة هذه هي الخواص الفيزيائية لغاز الميثان، هذه هي الخواص الفيزيائية لغاز الميثان. أعزائي طلبة الصف الثالث، أنا اللي أطلب من عندكم أنه أنتم تسوون جروب على الواتساب وتضيفوني وياكم حتى نتواصل إذا في حال وجود سؤال أو استفسار حول أي موضوع إن شاء الله. إلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، إن شاء الله للدرس القادم من دروس مادة الكيمياء.